والصلاة والسلام على رسول الله. We are happy today to welcome Dr. Abdullah Saiqal here in his opening for this training course which coming coinciding with the World Diabetes Day. You know that today is the World Diabetes Day and the WHO are saying that now in the world we have about more than 300 million or exactly 346 million patients with diabetes, and they are expecting that will be doubled by 2030. So we are facing a big problem, an epidemic of diabetes, and you are the front line in the primary healthcare centers dealing with this. And patients are coming for you routinely, monthly. So we are facing something we should be keen to having these patients good care. And we have our registers. We have the general examination sheet and the history and the local examination, and we have the follow-up sheet, and we have the annual investigations and the referral with this and the education form. Those registers will be modified and updated by the MOH, and we will inshallah have these updates. Till we have it, we are going through our old ones. We will have manuals for chronic disease and other issues. Till we have the new ones, we have our old manuals. And we have inshallah in my lecture I will give you a notice about this. So we are dealing with diabetes. Anyone know the الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زملائي سادة الزملاء من إدارة التوعية والتدريب، من إدارة البرامج الفنية، من إدارة المراكز الصحية، وزملائي المشكورين المغطين لهذا النشاط من إدارة العلاقات العامة والإعلام. أيها الزملاء الأطباء الممارسون في المراكز الصحية، حياكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. ربما تكون هذه الكلمة القصيرة in Arabic. And I just would like to apologize for those who may not be able to capture what I'm saying in Arabic. It's just as an opening short speech. مرة ثانية دكتور أيمن إذا توافقت أنا وياك في دورة أنا بتحدث قبل لأنك تحرق أوراقي كلها. لم يترك لي دكتور أيمن شيئا بسيطا ما كنت قد وضعته في ذهني للحديث عنه إلا استعرضه. أيها الزملاء أجزم أنكم كلكم تعالجون مرضى السكر و تترصدون له وتسعون للحيلولة دونه، ثم تشخيصه تشخيصا مبكرا ومحاولة إحالته في الوقت الصحيح وتقديم الرعاية الصحيحة والمستمرة
ودرء المضاعفات ما أمكننا ذلك. وأتمنى أننا كلنا نهدف إلى هذا وأكثر، وأيضا نسلم بأن هناك من المعطيات الكثيرة جدا في المريض نفسه أو في الشخص نفسه، الشخص السليم ابتداء ومن ثم المعرض للخطر ثم المريض ثم من تفاقم مرضه. هناك محددات كثيرة في هذا الشخص وفي المجتمع وفي الرعاية الصحية المتوفرة وفي نظام الإحالة والإفادة الراجعة، وربما في التموين الطبي أحيانا لا سيما في بعض وسائل التشخيص أو بعض وسائل المتابعة، ما قد يكون أيضا أو ما قد تكون أطرافا في القصور في الرعاية المناسبة لهذه الشريحة الكبيرة، والتي كما ذكر الدكتور أيمن تزداد يوما بعد الآخر. قد تكون ومع الأصحاء توعية وتحسينا وتواصلا، فإن هؤلاء والمجتمع كله هم لا شك أمانة في أعناقنا، ولستم بحاجة إلى من يؤكد لكم ذلك. ولكننا في أحيان كثيرة كما هي حال بني آدم ومع هذا المرض المزمن خلافا للأمراض الحادة، قد أيضا نلين مع أنفسنا ومع المريض ومع النظام، وقد نبرر لأنفسنا الفشل في رعاية هؤلاء الرعاية الصحيحة.